أهلا وسهلا بكم، نلتقيكم اليوم في الحلقة 14 من سلسلتنا والتي نتحدث فيها عن موضوع الأعضاء الأثرية. تعج أغلب أجسام الكائنات الحية بأمثلة على أعضاء أثرية ورثتها الكائنات الحية من أسلافها وفقدت الوظيفة الأصلية أو أصبحت تؤدي وظائف مختلفة، منها على سبيل المثال الزائدة الدودية عند الإنسان والأجنحة عند البطريق والعظام الخلفية عند الحوت وغيرها الكثير. هذه الملاحظات التي رصدها علماء البيولوجيا بشكل متكرر بحيث لا يكاد جسم كائن حي يخلو منها يرفضها دعاة الخلق جملة وتفصيلا، حيث يدعي أصحاب التصميم الذكي أن كل عضو في الكائن الحي موجود لكي يؤدي مهمة معينة محددة مسبقا تتناسب مع طريقة تركيب هذا العضو ومكان وجوده والطاقة التي يستهلكها ومعايير كثيرة أخرى تجتمع دائما لتدلنا على حكمة وبراعة ذلك المهندس العظيم. هذا يعني أننا لو وجدنا في جسم الإنسان مثلا عضو ما كان لدى كائنات أخرى يفترض أن لنا معها سلف مشترك، قد ضمر عندنا هذا العضو كليا أو بشكل شبه نهائي وتغيرت وظيفته الأساسية إلى وظيفة أخرى مختلفة، بقي بالشكل والوظيفة ذاتها لدى الكائنات الأخرى القريبة منا، استمر جسمنا بالعمل بشكل طبيعي رغم فقدان هذا العضو أو التغيير الذي طرأ على وظيفته. سنصل إلى استنتاج منطقي مفاده أن هذه الأعضاء هي مخلفات لأعضاء قديمة قد تم استخدامها في مرحلة مبكرة من التطور، لكن تم إعادة تدويرها لتقدم وظائف أخرى ثانوية، الأمر الذي يحصل عادة بسبب انخفاض الحاجة لها أو لأنها تستنزف طاقة كبيرة. عندما يقول لك متبع الخرافة الزائدة الدودية زائدة بقايا من حيوانات لم يتخلص منها التطور، فلو كان خلقا بتصميم فلماذا يضع الخالق زائدة بلا فائدة كما يقول جيريك وين وغيره من علماء الخرافة؟ إذا قال لك ذلك فافترض أخي أنك لم تطلع على هذا البحث المنشور قبل شهرين لدكاترة من أتباع الخرافة أيضا، والذي يذكر أهمية الزائدة الدودية أبندكس وأنها ليست زائدة كما كان يظن، بل وأن فيها كل أنواع البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي، بحيث إذا تعرضت لمرض يتلف بكتيريا الأمعاء فإن الزائدة تقوم بتعويضها، وأنها تنتج إميونوغلوبيلين A الأساسي لتنظيم البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وأن استئصالها يزيد الإصابة بالعديد من الأمراض. وللعلم فبعض هذه المعلومات معروفة من سنوات طويلة. افترض أنك لم تطلع على مقالات المواقع العلمية التي تنص على أن الزائدة الدودية قد تنقذ حياتك. لنتحدث قليلا عن موضوع الزائدة الدودية. تقع الزائدة الدودية في الجزء السفلي الأيمن من البطن، وقد لعبت دور كبير لدى أسلافنا من الكائنات العاشبة من خلال عملها كغرفة خميرة تقوم بتحطيم السليلوز النباتي. وبما أن الإنسان قد غير نظامه الغذائي وأصبح معتمد بشكل أكبر على اللحوم بدلا من الأعشاب، فقد عمل الانتقاء الطبيعي على ضمور وإعادة تشكيل الزائدة الدودية لتفقد وظيفتها الأساسية وتصبح ذات دور ثانوي. نعم، تحتوي الزائدة الدودية اليوم على أنسجة لمفاوية وتقوم الخلايا اللمفاوية بتنمية وإنتاج الأجسام المضادة، لكن نعلم أيضا أن الخلايا اللمفاوية هذه تنتج في أجسام أخرى من الجسم، لذلك فإن إزالة الزائدة الدودية أو الولادة بدونها لن يؤثر سلباً على عمل الجهاز اللمفاوي ولا الجسم ككل كما نرى في هذا المصدر. من جانب آخر فإن التهاب هذا العضو هو خطر قد يؤدي إلى وفاة إذا لم يتم التدخل الجراحي السريع لإزالتها أو معالجتها مؤقتاً بالمضادات الحيوية. يلاحظ هنا أن إزالة عضو ما يفترض أنه يؤدي مهمة رئيسية حصرية وجد لأجلها، ومع ذلك استمرار الكائن الحي بالعيش بشكل طبيعي رغم فقدانه يدل على أن جسم الكائن الحي ليس بذلك النظام المعقد الغير قابل للاختزال، بحيث لو أزيل جزء منه لما استطاع النظام ككل العمل، وهذا ما اعتدنا دائما على سماعه من دعاة الخلق والتصميم. لا نعلم لحد الآن لماذا لم يتم بواسطة أدوات التطور والانتقاء الطبيعي التخلص بشكل نهائي من هذا العضو، لكن الأمر بدون شك هو أمر معقد، فهي كما ذكرنا لا زالت تؤدي وظائف ثانوية مما يبرر استمرار وجودها. وعموما لا زال الباحثين حتى اليوم متشككين في ضرورة وجود هذا العضو في الجسم من عدمه، لذلك يوصون بإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث للتثبت من ذلك، لكن حتى ذلك الحين سيستمر الأطباء بإزالة ذلك العضو عندما تسنح لهم الفرصة نظراً للمخاطر الجانبية المرافقة لوجوده.
بالنسبة لمنكري التاريخ التطوري للكائنات الحية التي يناهز عمر ما هو على قيد الحياة منها اليوم حوالي 8.5 مليون نوع، ناهيك عن تلك التي عاشت وانقرضت على مدى 3.5 مليار سنة من عمر الأرض الطويل. هكذا خلقت كل هذه الأنواع فجأة بدون المرور برحلة محاولة وفشل وتعديل ونجاح على المجاميع السكانية عبر الحقب الزمنية السحيقة من عمر الأرض الذي ينكره أيضا الخلقيين. لذلك يستبعد بالنسبة لهم إمكانية أن تكون عظام أطراف الخلفية للحوت مجرد آثار تطورية ضامرة كانت تستخدم سابقاً للمشي وتم الاستغناء عنها تدريجياً عندما عاد الحوت للعيش في البيئة المائية بحثاً عن الموارد. حجتهم في ذلك هي أن عظم حوض الحوت، وننتبه هنا، عظم حوض الحوت يمتلك حسب ما تدل الأبحاث العلمية الحديثة على وظيفة جوهرية عند التناسل. هاتوا لنا دليلاً على تطور الحوت. يقولون العظام الخلفية في الحوت، ففي مؤخرة الحوت عظمتان لا فائدة لهما، فواضح أنهما بقايا عظام حوض ورجلين لحيوان بري عاش قبل 52 مليون سنة، ثم حصلت له طفرات عشوائية وانتخاب طبيعي إلى أن تحول إلى الحوت الذي نراه، وبقيت هاتان العظمتان شاهدتين على الصدفية واللا قصدية. فلو كان الله خلق الكائنات فلماذا يضع في الحوت عظاما بلا فائدة؟ هناك مشاكل كبرى صراحة في هذا الادعاء الذي سمعناه. المشكلة الأولى هو التعريف المغلوط للعضو الأثري نفسه بأنه عضو ليس له أي وظيفة بتاتا، بينما التعريف الصحيح له هو أنه عضو في جسم الكائن الحي يكون عادة أصغر وأبسط من نظيره في أفراد الأنواع القريبة منا التي يفترض أن انحدرنا معهم بأسلاف مشتركة، ويكون قد فقد أو شبه فقد وظيفته الأساسية خلال رحلة التطور، أو ضمر أو أصبح له وظائف جديدة تماما، بعضها يختفي في مرحلة تكوين الجنين وبعضها الآخر يبقى أثناء حياة الكائن الحي. إذن كما بينا في بداية الحلقة لا يوجد أي تعارض بين أن يكون العضو أثري وأن يحتفظ بوظيفة ما. إذا كان العضو ما وظيفة فهذا لا يمنع من أنه كتركيب وكوظيفة قد تغير عبر الزمن، فكثير من الأعضاء الأثرية يقوم الانتقاء الطبيعي بتدويرها لتصبح لها وظيفة ثانوية أخرى. يعرف معجم مريم وبستر كلمة بستج على أنها أثر أو علامة مرئية تركها شيء مفقود، ولا تعني إطلاقاً أنها شيء بدون فائدة. A trace mark or visible sign left by something vanished or lost. لذلك فحينما يتحدث علماء الأحياء التطورية عن الأعضاء الأثرية في الكائنات الحية فإنهم لا يقصدون بالضرورة أنها بدون أي وظيفة مطلقاً، وإنما هي آثار متبقية من أعضاء كان لها دور مختلف في الماضي اختفى أو تغير عبر الزمن. ومسألة كونها ذات فائدة للنوع أم لا هي مسألة راجعة إلى علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. المشكلة الثانية التي أوقع المتحدث نفسه فيها هو الخلط بين عظام الورك وعظام الفخذ لدى الحيتان ودمجها في عضو واحد وبالتالي بوظيفة واحدة، وهذا غير صحيح. ثم ماذا حصل؟ عام 2014 نشرت إحدى المجلات التطورية، بل مجلة تسمت باسم الخرافة وهي مجلة Evolution، نشرت بحثاً بعنوان الانتخاب الجنسي يستهدف عظام الحوض لدى الدلافين والحيتان. وفجأة بعد هذا البحث امتلأت مواقع الأخبار بعناوين مثل تكاثر الحيتان يعتمد بشكل كبير على عظام الحوض. معقول؟ يعني لها فائدة؟ ليس فائدة فقط، بل لا بد منها للتكاثر، ولولاها لما وجدت هذه الحيتان. حتى قال هذا الموقع دراسة حديثة قلبت معتقدا تطوريا عريقا رأسا على عقب بإثباتها أن عظام الحوض لها دور مهم في التزاوج. وهذا موقع سميثسونيان المتعصب جدا للخرافة يعنون الحيتان تستفيد من عظام حوضها. طيب ممتاز، هل اعترفت هذه المواقع إذن بأن هذا يضعف خرافة التطور؟ هذه البحوث التي تحدث عنها تخوض في موضوع أهمية عظم الحوض وليس عظام الفخذ التي هي موضوع نقاشنا. ما حصل هو أن الحوت بعد أن انتقل إلى الماء قلت حاجته لهذه الأطراف، وأقصد عظام الفخذ، وأصبح الأليق للكائن أن تختفي لأنها أصبحت تشكل عبء عند الحركة. وطبيعي أنه بفقدان الأرجل الخلفية سيتقلص حجم عظم الحوض لفقدانه وظيفته الأساسية وهي المشي، ولكنه مع ذلك لم يختفي كليا بسبب استمراره بتقديم وظيفة ثانوية وهي تثبيت العضو الذكري مما يساعد في عملية التزاوج.
هل هذا الكلام الذي قلناه فيما يخص تطور الحوت وتغيرها من كائن ثدي إلى كائن مائي هو عبارة عن خيال من شطحات التطورين؟ في الحقيقة لا، فتطور الحوت من ثدييات هو أمر مثبت بأدلة من 9 فروع علمية مختلفة. وكما قلنا فإن ضمور الأطراف الخلفية عظام الفخذين هو في حد ذاته دليل قائم على موضوع تطور الحوت، لكنه دليل ممكن أن يستشف من أمور كثيرة منها. تفترض نظرية التطور أنه بما أن الحيتان تطورت من الثدييات فإذا هي تمتلك الجينات التي تتحكم بنمو الأطراف الخلفية مثل عظم الفخذ، وعادة ما تحصل لدى أغلب الكائنات حالة ارتجاع وراثي. تفترض نظرية التطور أنه بما أن الحيتان تطورت من الثدييات فإذا هي تمتلك الجينات التي تتحكم بنمو الأطراف الخلفية مثل عظم الفخذ، وعادة ما تحصل لدى أغلب الكائنات الحية حالات ارتجاع وراثي مثل موضوع الذيل الحقيقي للإنسان، فيولد حوت بأرجل كما هي الحالة الموثقة التي ترونها في المصدر والتي تتحدث عن أحد طبعا الحالات المشهورة التي تم حفظ العظام المكتشفة في المتاحف، وكما نرى في الصورة من الأعلى للأسفل مقارنة بين كائنين ثدييين لديهم عظم الفخذ وعظم قصبة الساق موجودة هي نفسها لدى الحوت لكنها متغيرة بفعل الانتقاء الطبيعي والتغيرات التدريجية. الآن بالرجوع إلى تشريح العضو الذكري التناسلي عند الثدييات، نجد أن عظم الحوض عندها مرتبط بمجموعة من العضلات وهو الأمر كذلك عند الحوت. إذا قطعت هذه العضلات سواء عند الحوت أو عند القوارض كما حصل في أحد التجارب، يفقد الذكر قدرته على التحكم بالعضو الذكري، مما يعني أن الحوت والثدييات أيضا مرتبطة تشريحيا. لحد الآن نلاحظ أن نقطة الخلاف الرئيسية هي ليس اختفاء الأطراف الخلفية للحوت، فيبدو أن الأمر محل اتفاق ولا خلاف عليه، لذلك لا يذكر الخلقيين أي دور أو وظيفة لهذه الأطراف الضامرة، بل يتجنبون الخوض حولها أصلا. بالمقابل هم يكثرون الحديث عن وظيفة لعظم الحوض لكونه يثبت العضو التناسلي، وبالتأكيد فإن الأطراف الخلفية ليس لها علاقة بعملية التزاوج ولا توجد أي دراسة محكمة تتحدث عن ذلك. إذن ما هي المشكلة؟ ما يتحدث عنه علماء التطور بأنه عضو أثري لدى الحوت هو الأطراف الخلفية وليس عظم الحوض، رغم أن الأخير قد ضمر أيضا وانحصر وبقي له دور ثانوي فقط وهو نفس الدور الذي يؤديه عند الثدييات الأخرى. من وجهة النظر الخلقية يمنع وصف عضو ما بأنه عضو أثري طالما أنه ظل يؤدي دور ما أو أن وظيفته تم تحويرها إلى وظيفة أو وظائف أخرى. وقد بينا في أعلاه أن هذا سوء فهم وربما إصرار يستشف منه نية التدليس والتضليل الذي اعتاد على ممارسته منكري ومشوهي العلوم على متابعيه. أحد أمثلة إنكار فكرة الأعضاء الأثرية التي يدل عليها الفحص والمقارنة وتتبع شكل ووظائف الأعضاء لدى الكائنات المرتبطة بأسلاف مشتركة هو موضوع الأجنحة عند الطيور التي لا تطير منها أجنحة البطريق. في المقطع الذي سنعرضه عليكم يقف أحد منكري أن البطريق طائر غير طريقة حياته منذ 70 مليون سنة مضت تاركاً السماء غاطساً في المياه قائلاً لولا الأجنحة التي يدعي تطوريون أنها أثرية أن يصطاد ويعيش. ويستعرض أيضاً المتحدث مقال عن كيفية سباحة البطريق وكيف أن الريش والأجنحة جزء من نظام معقد يساعد على السباحة والاصطياد. أجنحتي نزلت لأكسب عيشي وبأجنحتي أصعد، ولولا أجنحتي التي زعموا أنها بلا فائدة لما عشت أصلاً.
نتكلم عن تصميم الجهاز الدموي الذي يمد جناحي البطريق بالطاقة، عن المواصفات الخاصة لصبغة الهيموغلوبين والميوغلوبين اللتين تساعدان البطريق على البقاء 20 دقيقة تحت الماء بشكل متواصل، عن كثافة عظامه وعظام جناحيه التي تمكنه من هذا الغوص والصعود. كما رأينا فالخلقيين لا يكلفون أنفسهم مغبة إثبات وجود أو تدخل كائن غيبي يقوم بعملية تصميم أي عضو ما أو إعطاء أي وظيفة ما كالتي تؤديها أجنحة البطريق، بل نرى دائما إنساب عملية معقدة غامضة إلى فعل كيان أكثر تعقيد وغموض، وبالتالي نخرج دائما خالية الوفاض من أي معلومة تفيدنا أو تساعدنا على فهم وتفسير أي ظاهرة طبيعية في هذا الكون. نحن بحق نتساءل، ما هي الفائدة العلمية من ادعاء الخلق هنا أن هذه الظاهرة نتيجة تصميم ذكي، بينما لدينا في الجانب الآخر أدلة تجريبية مختبرية على عمل آلية التطور بالانتقاء الطبيعي؟ ولقد ناقشنا عند شرحنا لموضوع فلسفة العلم كيف أن المنهج العلمي لا يعتد إلا بالدليل المعتبر مثل الرصد والمراقبة والتجريب، ولا يقبل أي افتراض تدخل لقوى غيبية لتفسير أي ظاهرة، فنحيل إلى هذه الحلقة. المبدأ الذي يفسر فقدان الأعضاء أو تغير وظائفها عند الكائن الحي هو معادلة ما بين الطاقة التي يستهلكها والميزة التي يقدمها على العضو. فالطيران هو ميزة مفيدة لكنها أيضا ميزة مكلفة، لذلك يبدو أن طائر البطريق كغيره من 60 نوع طائر آخر اختار أن يستثمر تلك الطاقة في بناء جسم قوي بدلا من الطيران. البطريق واحد من 60 نوع من الطيور اللي ما بتطيرش. طب ليه ما بيطيروش؟ انا اقول لك، الطيور كلها جت من نسل طائر بيطير عادي جدا، والطيران زي ما احنا عارفين له مميزات كثيره، زي مثلا ان هو بيسهل نجاه هذه الطيور، بيسهل هجرتها لاماكن جديده فيها امان واكل اكتر. لكن معلش يعني هي مكلفه، بتكلف الطائر طاقه كبيره وبتحدد حجم ووزن وشكل جسمه. فمثلا الطيور اللي ما بتطيرش بتلاقي حجمها اكبر، خلاص انا ما عدتش محتاج اطير وابقى خفيف، فانا ممكن اقعد واستثمر في ان انا يبقى عندي جسم اقوى كده يعني. وهذه الطيور عندها قدره اكبر بانها تنجو بغذاء أقل من الطيور اللي بتطير. فلما طائر يلاقي نفسه مش محتاج يطير، البيئة اللي هو قاعد فيها أمان جدا ولذيذة جدا، طب أنا هاخد حاجات واصرف على الأجنحة الغالية دي ليه؟ ما خلاص أصرف على نفسي هنا وخلاص، مش لازم موضوع الطيران ده. ليه؟ لأن الطيران غالي مكلف جدا، بيحرق كالوريز كتير، فبلاها خالص. وكما نعرف عن الأعضاء الأثرية إنها إذا لم تختفي نهائيا فيكون الانتقاء الطبيعي قد دور وظيفتها إلى استخدام آخر. لذلك يستخدم البطريق اليوم أجنحته للعوم بمثابة الزعانف لو خلق ككائن مائي سابح من الأول، فلماذا لا يملك زعانف كبقية الأسماك؟ ولماذا لديه أجنحة؟ لذلك هو يقوم باستخدام نفس العضلات التي تستخدمها الطيور للطيران، لكنه احتاجها أكثر لكي يتغذى تحت الماء، فأصبح يستخدمها للسباحة. انت ناوي تفاجئنا وتطير بعد كده ولا ايه؟ لا، ده عشان البطريق كائن ذكي واعي، في الفتره اللي فقد فيها الطيران ابتدى يطور من نفسه وقدراته في مجالات تانية، فتعلم السباحه وبقى شاطر، وابتدت الاجنحه اللي كانت بتساعدني في الطيران لا يا حبيبي انا خليها زعانف تساعدني في العوم، واستخدم جناحاته كزعانف بشكل شبيه جدا بالطيران ولكن تحت الماء. هو ده الانوفيشن، ده يروح سيليكون فالي يعمل ستارت اب بتاعته، بياخد حاجه من هنا ويحطها هنا وتنجح سبحان الله، واحنا نتريق عليه. البطريق من 70 مليون سنه وهي ذكيه جدا اختارت السباحه على الطيران، وعظامها بقت اقوى فبقت تقدر تغطس في عمق اكبر، فبقت تلاقي غذاء تحت اكتر. حتى العضلات اللي مستخدماها للسباحه هي نفسها اللي بتستخدمها الطيور عشان تقدر تطير. وهكذا لو تتبعنا اغلب صفات هذا الطائر لاستطعنا ايجاد جذور تطوريه لهذه الصفات، اي عضو وظيفته تطورت كتكيف لمواجهه ظروف بيئيه معينه ليعيش في البيئه مختلفه وليس العكس. مثلا ميزه اللون الاسود من الخلف والابيض من الامام تساعد البطريق في التخفي والتمويه لاعدائه الطبيعيين. بحر بقى وانت لسه بتسخر منه، مش بس كده، شكل ولون جسمها هذا التوكسيدو عزيزي المشاهد، مش لابسه عشان يعجبك، عشان يساعده يفضل تحت الميه. فلون ظهرها اسود عشان لو مفترس من فوق ما يشوفهاش، ما هي الميه تحت الدنيا غامقه، فيلاقي حاجه غامقه برضو ظهرها اسود مش هياخد باله. واحد يقول لي الله، طب الحته البيضه دي ما هتفضحه؟ عزيزي المشاهد، اللي هيشوف الحته البيضه دي هيبقى تحت والشمس فوق فهتبقى منوره، فلو كان الحته دي فاتحه شويه مش هيبان، هيحصل خلط. والسمك اللي تحت المية ما يميزش بين الجليد وبين بطنها الأبيض. أو
لو لاحظنا طريقة مشي البطريق وعلاقة ذلك باستهلاكه للطاقة وكذلك مميزات قصر رجله وعدم حاجته لاستخدام عظم الركبة، نلمس أيضا المقايضة التطورية هنا في أنه يفقد ميزة من أجل ميزة أخرى تجعله أكثر تأقلما مع البيئة. طريق فعلا تفضل أنها تبقى في المية، لكن لما بيحتاجوا يخرجوا من المية عشان يعملوا بقى الحاجات التانية، يتجوزوا، يربوا أطفالهم، بيمشوا الحياة بطريقة مضحكة. وهنا بقى أنا فاهم حقك تسخر منه، لأن أنا شخصيا سخرت منه. هي الحياة ماشية غريبة جدا، لا ماشي الطيور ولا حيوانات ولا بني آدمين ولا أي حاجة، جسمهم واقف زي البني آدمين كده، ولكن مشيت تحس إن أنت إيه، واحد بيتمخطر ويتطوح يمين وشمال عمال كده. طبقا لخبراء البيوميكانيكس، الميكانيكا الحيويه، في دراسه نشروها في مجله نيتشر، تيموثي جريفن من جامعه كاليفورنيا وروجر كرام من جامعه كولورادو عملوا دراسه على 5 بطاريق، وجدوا ان الطريقه اللي بيمشوا بيها دي بتستهلك اكشلي طاقه اكبر. زي ما حضرتك شايف العلماء بيمشوهم على بلاتفورم بيقيس القوه في كل المحاور عشان يشوفوا بيستهلكوا طاقه قد ايه. المهم العلماء وجدوا ان طريقه مشيه البطاريق دي اكشلي بتستهلك طاقه اكبر لو مشوا بالشكل العادي. عارف المثل اللي يقول لك امشي عدل يحترع عدوك فيك؟ اهو ده، ملوش اي علاقه باللي انا بتكلم فيه. ولكن نكمل الحديث عن البطريق. فليه بطريق بتمشي بالمشيه اللي مش عدله دي؟ هل انت مش عايز عدوك يحتار فيك؟ ما انت لو مشيت عدل عدوك هيحتار فيك ويبقى عندك ايفولوشنري ادفانتج قصاد الحيوانات الثانيه. ولكن بطريق هيفاجئنا دلوقتي باللي هو بيعمله. لو مشي البطريق بشكل عادي العلماء وجدوا ان هو هيستهلك طاقه اكثر 5 مرات من المشيه الغير عاديه دي. ونريد التفكير هنا أيضا بوجود أمثلة حية في الطبيعة لطيور منها ما يستخدم أجنحته للطيران وأخرى فقدت الأجنحة هذه الوظيفة ولا تستخدم الأجنحة حتى للسباحة كما في البطريق. فما تفسير هذه الظاهرة؟ فمثلا طيور الغاق هي طيور ساحلية قادرة على الطيران بأجنحة كاملة عادية مثل أغلب الطيور الأخرى، لكن غاق الجالاباغوس طائر فريد من نوعه فقد القدرة على الطيران ولكنه لا زال محتفظ بأجنحة ضامرة كبقايا أثرية من أجداده القادرين على الطيران. غاق الجالاباغوس سباح وغواص ماهر، ومع ذلك لا يعتمد أبدا على أجنحته الضامرة في السباحة، بل يعتمد كليا على الدفع برجليه في السباحة والغطس، مما يجعل أجنحته الضامرة تقريبا بلا أي وظيفة أو فائدة. السؤال هنا للسيد الخلق المتحدث وباقي أعضاء منتدى الخلقيين العرب، إذا كانت الأجنحة عند طائر مثل البطريق موجودة للسباحة، لماذا هي موجودة عند غاق الجالاباغوس الذي يسبح ولا يطير لكنه مع ذلك لا يستخدم الأجنحة للسباحة كما في البطريق؟ هكذا ينجح التفسير التطوري دائما في ربط الاحتياجات بالصفات كتفسير أكثر منطقية وقابلية للإثبات مقابل فرض التصميم الذكي الذي لا يقدم أي دليل بل يقع فقط خارج منطقة البحث والإثبات العلمي، لذلك ترى أصوات مدعيه عالية. في هذه الحلقة والحلقات السابقة ناقشنا وبينا ضعف فكرة التصميم من وجهة نظر علمية مقابل قوة فكرة التطور بالانتقاء الطبيعي المعتمدة اليوم في الوسط العلمي كونها مدعومة بكم هائل من الأدلة. لكن مع ذلك هل يستبعد أن تكون هذه الأدلة هي ليست إلا أدلة مفبركة أو مزيفة قد حركها التطوريون لكي يمروا مؤامرة التطور العالمية؟ هذه الحبال لخدمة الخرافة ودمار الإنسانية. جمجمة إنسان بيلداون، حبل مد لطرزان الخرافة عام 1912 وانقطع عام 1953 بعدما تبين للمجتمع العلمي أنها مزورة. طيب في هذه 41 عاما قبل اكتشاف تزويرها كم بحثا ومذكرة نشرت عن جمجمة بيلداون هذه حسب موقع نيتشر؟ أكثر من 500 بحث ومذكرة.
هذا ما سنناقشه بالتفصيل في حلقة قادمة ونبين مواضع التلاعب والتدليس. شكرا لكم وتابعونا.